لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. اللانشون طبعا كلنا بنحبه، لكن هو ليه اضرار كتير وعلى المدى البعيد بيسبب امراض مثل السرطان والكوليسترول، لان بيه نسبة دهون عالية ومواد حافظة كتير. ولو بنعمل ريجيم بنتناول شريحتين فقط في اليوم، وطبعا مش كل ايام الاسبوع. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في اللانشون والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في اللانشون للمية جرام، السعرات الحرارية 353 سعر حراري، بروتين 12.6 جرام، كربوهيدرات 2.33 جرام، دهون 32.2 جرام. القيمة الغذائية في اللانشون للجرام الواحد، السعرات الحرارية 3.5 سعر حراري، بروتين 12% جرام، كربوهيدرات 2% جرام، دهون 32% جرام. شريحة كبيرة سميكة بوزن 27 جرام زي اللي احنا شفناها على الميزان. القيمة الغذائية في اللانشون لشريحة كبيرة بوزن 27 جرام، السعرات الحرارية 95 سعر حراري، بروتين 43% جرام، كربوهيدرات 62% جرام، دهون 8.69 جرام. القيمة الغذائية في اللانشون لاتنين شريحة كبيرة بوزن 54 جرام، السعرات الحرارية 190 سعر حراري، بروتين 86% جرام، كربوهيدرات 1.25 جرام، دهون 17.3 جرام. القيمة الغذائية في اللانشون لتلاتة شريحة كبيرة بوزن 81 جرام، السعرات الحرارية 285 سعر حراري، بروتين 10.2 جرام، كربوهيدرات 1.88 جرام، دهون 26 جرام. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير وتضغطوا على علامة الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله على القناة. ولو حد حابب يشاهد كل الفيديوهات الموجودة على القناة، هتظهر ايقونات في نهاية الفيديو، اضغط على ايقون السعرات الحرارية في جميع الاطعمة. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي اطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات. وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.